Today we will talking about conditionals. Conditionals it mean الإف كلوز. هسا احنا تطرقنا لموضوع الإف كلوز في الفصل الماضي، ولكن انه احنا رح نرجع نعيده ورح نرجع نحكي عن نوع جديد من الإف كلوز. طيب خلينا نبلش. We have four main types of conditionals. عندنا أربع أنواع رئيسية للإف كلوز. عندنا التايب 0 وعندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 3 ان شاء الله رح نتطرق له ورح نشرح عنه بالتفصيل. هسا بدي اياك تعرف شغله جدا بسيطه، انه جمله الكونديشنال بتتكون عندي من قسمين رئيسيين زي ما رح نشرح كمان شوي. لازم يكون في عندي لها شقين، شق الاف كلوز والشق الثاني اللي هو المين كلوز. طيب نيجي للتايب 0. التايب 0 بيحكي عن الجنرال تروث. شو يعني جنرال تروث؟ الجنرال تروث اللي هي الحقائق. زي ما بنلاحظ هون عندي بقسم الاف كلوز الفعل اللي لازم استخدمه لازم يكون present simple. شو يعني present simple؟ يعني لازم احط subject plus verb 1 طبعا بالاضافه للاف كلوز في بدايه الجمله. بينما المين كلوز في التايب 0 لازم يكون بالpresent simple، يعني verb 1 نفس الشيء subject زائد verb 1. يعني الشغلة صفت زي كفة الميزان زي ما شرحت لكم سابقا إذا بتتذكروا. حكيت بما أنه هون في عندي verb 1 ب type 0 لازم يكون عندي هون كمان نفس الشيء verb 1. نيجي لل type 1. التايب 1 بيحكي عن possible actions in the future، بيحكي عن احتمالية حدوث شيء معين بالمستقبل. نشوف شق الاف كلوز. شق الاف كلوز زي ما حكينا طبعا هي صفت زي معادله او زي كفتين ميزان. الشق الاول اللي بيكون مع الاف كلوز لازم يكون بصوره السمبل بريزنت. شو السمبل بريزنت عندي؟ زي ما حكينا اللي هو سبجكت زائد فيرب 1 بالاضافه للاف كلوز قبل السبجكت. بينما الشق الثاني بالتايب 1 لازم يكون عندي بصيغه الفيوتشر سمبل. فيوتشر سمبل اللي هي ويل بلس base form. البيس form معناها verb 1. نشوف التايب 2. التايب 2 اللي هو بيجي للحديث عن a real action in the present، بيحكي عن حدث استحالية حدوثه. نيجي للمعادلة لإله أو كفتين الميزان تبعونه. شق الاف كلوز لازم يكون بالباست سمبل. Past simple it means subject plus verb 2 بالإضافة للإف كلوز منضيفها قبل السبجكت. بينما شق المين كلوز لازم يكون بالباست فيوتشر سمبل. Past فيوتشر سمبل معناها would past لأنها ماضي would plus base form. Base form اللي هو verb 1. نيجي للتايب 3 وحكينا تايب 3 رح نتطرق له ونشرحه بالتفصيل. بيحكي عن impossible actions in the past، بيحكي عن استحالة تغيير أي فعل حدث في الماضي. الكفتين تبعون الميزان أو المعادلة اللي إله شق الإف كلوز لازم يكون بالباست بيرفكت. باست بيرفكت معناها أو شو يعني؟ اللي هو لازم يكون subject plus had زائد verb 3 اللي هو تصريف الثالث للفعل بالإضافة للإف كلوز اللي بنحطها أول الجملة. بينما الشق الثاني أو الكفة الثانية في المعادلة لازم تكون بالباست فيوتشر بيرفكت. شو صورة الباست فيوتشر بيرفكت؟ اللي هي would أو could would أو could أو should plus have زائد verb 3. نيجي للجنرال استركتشر اللي هي التركيبة العامة للإف كلوز. بيحكي لك هون الـ conditional sentence is composed of two parts. لازم تكون مكونة من جزئين زي ما حكيت لك، جزئين قسمين أو معادلتين أو جملتين. تمام؟ الشق الأول من المعادلة أو من كفة الميزان الأولى لازم يكون فيها شق الإف الإف كلوز بلس الكفة الثانية أو المكون الثاني بنسميه المين كلوز. تمام؟ نشوف الإكزامبل اللي عندنا. If it rains tomorrow, كوما، حكينا لازم يكون في عندي كوما، we will not come.
تمام؟ منلاحظ إنه في عندي جملتين، أو زي ما حكيت لك شبهها بكفتين الميزان أو بالمعادلة، لازم يكون في عندي جملتين بتفصل بيناتهم كوما. تمام؟ الشق الأول اللي هو شق الإف بنسميه الإف كلوز. الشق الثاني اللي بعد الكوما بسميه المين كلوز، بغض النظر عن التايب اللي إله. خلينا نبلش نحكي عن الزيرو كونديشنال. حكينا الزيرو كونديشنال في البداية إنه بيحكي عن الفاتس، بيحكي عن الحقائق. إذا لازم تكون عندي بكفتين الميزان اللي عندي، يعني شقة الإف وشق المين كلوز، لازم يكون عندي present present. تمام؟ خلينا نشوف الإكزامبل اللي عندي هون. If you heat water to 100 Celsius, it boils. إذا غليت المي على درجة حرارة 100، يعني إشي طبيعي، إشي بديهي أو حقيقة علمية إنه رح يغلي. فبنلاحظ الفعلين اللي عندي في شق الإف في شق المين كلوز، التنين حطيتهم verb 1. نيجي للإكزامبل نمبر 2. If you pour oil into water, it floats. إذا ضفنا الزيت للمي، إشي طبيعي الزيت رح يطفو، floats. نفس الشيء بنلاحظ الفعلين عندي اللي باللون الأخضر في شقي الجملة، في شقة الإف كلوز وفي شقة المين كلوز، التنين حطيتهم verb 1. ننتقل للفيرست كونديشنال. الفيرست كونديشنال بيحكي عن احتمالية حدوث شيء معين ولكن in future في المستقبل. وبما انه in future في المستقبل واحتمالية حدوثه، اذا بدي احط will بالشق الثاني، بدي احط will زائد verb 1. تمام؟ طيب خلينا نشوف الاكزامبلز اللي عندنا. If I feel sick, comma, I will not go to school. تمام؟ بيحكي لك إذا أنا حسيت حالي مريض، أنا ما رح أذهب إلى المدرسة. خلينا نشوف شق الإف هون عندي الفعل اللي باللون الأخضر. If I feel sick، إذا حسيت إني أنا مريض، I will not go to school. شق الإف حطيناه verb 1، وهون بما إنه احتمالية حدوثه في المستقبل حطيت will مع الverb 1. تمام؟ النوت هاي للنفي. أنا لما بدي أنفي أو في حالة النفي لا الفعل، أنا ما بنفي مع الفعل، يعني ما بحكي go not، لا النفي بضيفه للwill، لأن الwill هون إجت عندي بمحل فعل مساعد، بتصير I will not go to school. الإكزامبل نمبر 2. If it rains tomorrow, the match will be cancelled. منشوف الشق الأول اللي هو شق الإف كلوز حطيناه بالverb 1، وبما أنه احتمالية حدوثه في المستقبل حطينا will زائد verb 1 اللي هو be. نيجي لـ second conditional. second conditional بستخدمه للتحدث عن أشياء نتخيل حصولها، تمام، ولكن مستحيل أن تحدث أو احتماليتها ضعيفة جدا. خلينا نشوف الإكزامبلز. زي ما حكينا لازم يكون في عندي شقين للجملة، شق الإف بعدين لازم يكون في عندي كوما، تمام، والشق الثاني اللي هو المين كلوز. نشوف الإكزامبلز. If he were a bird, he would fly across the harbor. هسا شق الإف أو هاي الجملة شو بتحكي؟ إذا أنا كنت bird، he would إذا هو كان bird، هو رح يسافر حوالين العالم. طبعا مستحيل هذا الإشي يحدث إنه إنسان يصير bird، ومستحيل إنه يطير حوالين العالم. فعشان هيك هو بيتمنى إشي، تمام، أو بتخيل إشي. فعشان هيك الشق اللي مع الإف حطيناه بالpast tense اللي هو verb 2 هو ماضي be where، وهون حطينا الماضي would زائد infinitive، infinitive اللي هو verb 1. نشوف الإكزامبل نمبر 2. If I had 200,000 now, I would buy a car. طبعا بيحكي إذا كان معي أو إذا صار معي 200,000 الآن،
أنا راح أشتري سيارة. طبعا هذا الإشي أنا بتخيل إنه صار، أو إنه ممكن يكون في، إذا صار يعني ممكن تكون احتماليته جدا ضعيفة. فعشان هيك الشق الأول اللي هو شق الإف، زي ما بنلاحظ حطيناه بالverb to اللي هو ماضي have، طبعا had، تمام. الشق الثاني لازم يكون would زائد infinitive. الانفينيتيف اللي هو verb 1 اللي هو buy، فصارت I would buy a car. Now you have a homework you should to do. اختبر نفسك يا مس وشوف شو ممكن انت يطلع معك. طبعا انا زي ما بتلاحظوا حطيت لكم التايب اللي انا بدي اشتغل عليه. ركز منيح وشوف شو بيطلع معك.